تنظر تغريد بعين الإعجاب إلى والدها، وتغريد ليست الوحيدة المعجبة به، فهو بطل الفقراء، فارس بلا جواد لكن على دراجة نارية. إنه أبو صقر الذي يجوب الساحل على دراجته وهي كل ما يملك، ناقلاً مساعدات من طرطوس إلى المناطق المنكوبة. هون كان كل هدول مكدوب. هدول في عندي على جبلي. الحياة لم تكن سهلة مع صالح عدوان وعائلته، فقد تقاذفتهم بما فيه الكفاية بين مآسي الحياة: حرب ونزوح وضيق عيش وخسارات، ثم أتى الزلزال. مستأجر بيت يعني طلع فيه تشققات يعني وبيخوف، فطلعنا منه وبالحرب انقلنا من مصياف لهون عطرطوس، وهي ضمن طرطوس كذا نقل يعني. فهي أبشع أنا لقيتها، هي النقل من البيت هذاك لهون أبشع بكتير يعني. بس يعني أبشع، بس أفضل إنه أنا تساويت مع هدول اللي رحت لعنده وصرت مثله. هي الطيني المقهورة التعباني يعني، هي الناس هي بتحس ببعضها، هدول هي الشريحة هي اللي بتحس ببعضها، هي اللي بتعمل شيء يعني. عندنا تعب من جوا كتير، مثل ما حكينا انه هذا الشيء الضغط اللي جوا هو اللي عملنا يعني عملنا نروح لهي القصة، نضل مع كل هالناس اللي مثلنا، مو بس نحنا يعني، كل شيء عندنا، كل سوريا نفس فيلم تقدم هيك يعني من دون مقابل يعني. نحن ما لنا طالبين فعلا اي مقابل، بس شويه حفظ ماء الوجه لما تبقى يعني. القهر هو المشترك، هذه قناعه ابو صقر. فبالرغم من انه هو نفسه يحتاج العون، الا انه يقود دراجته يوميا محملا بما تيسر من مساعدات استطاع جمعها ليوصلها الى العائلات المنكوبه. أبو صقر يقول أن لا شيء سينهض بهذه البيئة المقهورة إلا أبناؤها. يا رحصاً طرطوس الميادين.